يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا متابعينا الكرام، يوم رياضي آخر وجديد نتواصل فيه معاكم ومن خلال شاشة القناة ثلاثة رياضية وبرنامج واعدون. هذا برنامج المهتم والمختص في حياة هذا الرياضي الواعد من الجانب الشخصي وكذلك الرياضي، أسباب دخوله لهذه الرياضة وكيفية دخوله أيضا لهذه الرياضة والعوامل اللي ساعدته على نجاحه في هذه الرياضة وأهم الإنجازات اللي حققها وكذلك طموحه اللي حاب يحققها على مدى السنوات القادمة. مشاهدي الكرام، نطلع في فاصل قصير ومن بعد الفاصل إن شاء الله بنكون مع عوض ضيف رياضي واعد في حلقة اليوم من برنامج واعدون. السلام عليكم، معاكم اللاعب مهير رشدان مهير نهار صالح مطيري، عمري 11 سنة وألعب كرة قدم. أنا لعبت رياضة غير كرة قدم، وقبل كرة القدم كانت كرة اليد. المراكز اللي جربت ألعب كرة القدم، جربت ألعب حارس، جربت ألعب مدافع، والحين أنا ألعب رأس حربة. اللاعب اللي أحب ألعب وياه بالتمارين ولد عمي نايف، واللاعب اللي أحب ألعب وياه بالمباريات ولد عمي جارد. كم ساعة أتدرب؟ أتدرب بالأسبوع تقريبا إلى من 5 إلى 6 ساعات بالأسبوع، من اليوم الاثنين وأربعة والسبت التمارين اللي أخذها، نطلع دربل وشوتات والتعدية. أسهل تمرين عندي اللي هو الدربل، وأصعب تمرين عندي اللي هو الدفاع. طموحي بإذن الله أني ألعب منتخب الكويت وبعدين ألعب كأس العالم بإذن الله. استفدت اللياقة البدنية، واستفدت الروح الرياضية، واستفدت الطاقة الإيجابية. لما أشوف مباريات على التلفزيون حق الكبار أو أندية كبيرة، أول شيء أتعلم منها الباصات، وأتعلم الباصات الطويلة اللي من فوق، وأتعلم الفاولات والبلنتيات. نقطة الضعف اللي كانت عندي أن كان عندي التوتر بالمباريات، بحيث لما أطلع هجوم كنت أتوتر أن أعطي منه وأترك منه وأسجل. أكثر شخص يشجعني بكرة القدم كان عمي اسمه عبد الله، كان يشجعني بكرة القدم واجد، ومن بعدك العماني. أنا أحتاج لأطور مستواي أو أطور لعبي أني يعني ألعب باستمرار وأتدرب تدريبات ويا عيال عمي. أكثر صعوبة كانت تواجهني اللي هي الدفاع لما كنت أدافع، بس الحين صرت أتفاداها. نصيحتي حق اللي ما يلعبون رياضة، أول شيء يفكرون إنه يلعبون رياضة، وأول رياضة يلعبونها كرة قدم لأنها سهلة وتقوي عضلات الرجل وتقوي الروح الرياضية. معكم اللاعب جارد فالح مطيري، العمر 11 سنة. اللعبة كرة القدم، بدايتي وأنا عمري 8 سنوات، دخلت أكاديمية قدم وكنت ألعب، كان لعبي جيد والحمد لله. كنت مع كرة القدم السباحة وكرة السلة، بس أفضل وجهة لي كرة القدم. اللاعب اللي ألعب معه بفريقي نايف صالح المطيري، أحب أني ألعب معه أننا يعرف يلعب ولعبة جيد بالدفاع أو الهجوم. مدربي حالياً محمد أباني، كان يعلمنا أول شيء يعلمنا التمارين، بعدين المراوغة والتسديد، وكان مدرب بالنسبة لي جيد. أتمرن يوم الاثنين والأربعاء والسبت. التمارين اللي أخذها وقتها يمكن نص ساعة أو ساعة، وتكون تمارين أول شيء بالرجل السرعة، بعدين دربل والشوت وخلص.
أفضل مباراة لعبتها كانت قبل سنة، لعبت بطولة وفزنا عليهم 6-5، وكانت مباراة جيدة وساهمت وقولت، أسهل تمرين الشوت وأصعب تمرين الدربل. استفدت من كرة القدم اللياقة والصحة والروح الرياضية. لما أشوف مباراة حق لاعبين كبار بالتلفزيون أتعلم كيف يلعبون والباصات الجيدة والشوتات وكيف طريقة لعبهم. نقطة ضعفي كانت الإصابات ومثلاً الطيحات، بس الحين طورتها، لا إصابات تجيني ولا طيحات ولا أي شيء. ودوتي داخل الكويت بدر المطوع، وبرا الكويت ميسي. فريقي اللي شجع داخل الكويت القادسية، وبرا الكويت برشلونة. كون ما أخذ لي وقت بين دراسة وكرة القدم عشان أتميز بدراستي وأتميز بكرة القدم. عشان تكون ناجح بأي رياضة لازم تكون ملتزم فيها وتتحسن فيها ويكون الالتزام جيد. أي شخص بعمري أو أقل أو أكبر أنصح أنه يدخل رياضة أو يلعب بالرياضة عشان الروح الرياضية والمتعة والالتزام والصحة. اسمي حماد سالم، عمري 11، وألعب لعبة كرة القدم. كرة القدم هي 11 لاعب، وفيها حارس ودفاع ووسط وهجوم. أنا ما لعبت رياضة غير كرة القدم، جربت وسط وهجوم، والحين ألعب هجوم. اللي حب ألعب معه بالأكاديمية عبد الرحمن ومشعل وعلي، يفهمون طريقة لعبي وألعب معهم من زمان، ودائماً أنا وياهم فريق واحد. اسم المدرب محمد اللباني، وحمسني إني ألعب ويعلمني مهارات. أنا تمريني الأسبوعي السبت والاثنين والأربعاء، والمدة 1.5 ساعة، والتدريبات باصات ومراوغة وتسجيل. طموحي بكرة القدم أدش نادي القادسية. أفضل لاعب في الكويت بدر مطوع، وأفضل لاعب بالنسبة لي في برا الكويت ميسي. الفريق اللي أشجع داخل الكويت القادسية، والفريق اللي برا الكويت شو اسمه برشلونة. أسهل تمرين الشوت وأصعب تمرين الباص. أكثر ناس يشجعوني عشان أنجح وأدخل أهلي. أكثر صعوبة كنت أواجهها المهارات، تغلبت عليها. اللي يحتاج عشان أطور نفسي كرة القدم ألعب وأحافظ على كرة القدم، وتاكل أشياء صحية عشان تستمر كرة القدم وما يطيح مستواك. والحين مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم برنامج واعدون. نتمنى أن تكون حلقة اليوم نالت على إعجابكم ورضاكم، وكذلك نتمنى أن تتابعونا في حلقات جديدة ومتجددة من برنامج واعدون، هذا برنامج المهتم والمتخصص في جميع لاعبين الفئات السنية في جميع أندية الكويت وفي مختلف الرياضات الفردية والجماعية. إلى ذلك الحين طبتم، وإلى اللقاء.